شفت؟ لا، لازم ما يبدأ هم حسي حاله. تكتيكيا في التسلل، في التسلل ما هم نفس البليهي. البليهي ما عنده الا حاله واحده، يكسر ام التسلل. يكسر من التسلل. الشيء الثاني تحركاته صح. العمري انت لو تلاحظ انت تشوفه ما يمسك مكانه، ما يغطي مكانه، ما يغطي مكان زميله اذا طلع زميله، ما يعرف تكتيكي ضعيف. هو بدني صح، العمري بشربه اي بالقوه بدنيا وبيلعب قوي ومجهود قوي، لكن تكتيكيا لا زال يبقى قدامه وقت حتى ينضبط. يا يا الله، الله واحد، الله واحد لو انتهى اليوم. اي أيوة والله بإذن الله. قصته والله العظيم، والله العظيم ما ودك الا انتهى اليوم. اتوقع ان لو طيب التعادل يأهلنا في حالتين انتهى صح؟ اي نعدل 16 ولو ما فزنا، لو ما فزنا نطلع من الدوري. ايوه نطلع التعادل. يا اللي داري مبسوط والله انه اللي وين هي موجه طبعا. ارحب اللي حاط صوره ميسي، ارحب مليون. شكلك تفضل. اكسكيوز مي نو جو حمدان ارحب. طبعا شو اسمه التعادل يطلع المنتخب. تعادل اذا انهزمت الارجنتين نتاهل، اذا انهزمت بولندا، انهزمت الارجنتين او انهزمت بولندا بفرق اكثر باكثر من ثلاثه، يعني ثلاثه اربعه نتاهل برضه. لكن ما نبغى نجلس نفكر في هالشيء، نبغى يجيبونها بايديهم. وهم ترى قادرين، لاعبين السعوديه ترى قادرين يقدرون بعد الله عز وجل. جدا جدا انا واثق ان اليوم بنتاهل باذن الله. الله كريم. شوف الضربات الركنيه السعوديه اليوم والكرات العرضيه السعوديه بتنجح فيها ان شاء الله اذا ركزوا عليها. المكسيكيين كثار كلهم، لكن والله من والله من السرعه. اي السرعه بس انها ما يقدرون عليها. عندك اثنين، عندك اثنين عندنا سريعين، عندنا سعود عبد الحميد وكنو يسابقون السلك. كان كراعينا كبار ما شاء الله، خطوته كبيره. عندك طال عمرك الخطير لاعب نابولي اسمه لوزانو اتوقع، هو الوحيد سريع. إيه؟ سريع يا عيال، سريع خطير، خطير جدا. بس ترى ما عاد عندهم الا هو الكابتن غاب اليوم، اغابه غايب يقول اصابه، يعني هو الوحيد عندهم اللي اليوم ممكن يعتمدون عليه باذن الله. ما التشكيل هي توقعاتكم؟ العبود العبود حرام، انا بالعبود العبود مكان النجعي، لا يحطون النجعي، النجعي بطيء. اي والله يحطونه مكان النجعي. العبود حتى يفهم كيف يتحرك. الكاس العالم كاس العالم يبي لها الخامه هذه اللي تعرف تتحرك بدون كوره. العبود مبدع في الشيء هذا. انا تمنيت ان العبود يلعب، يلعبون مكان النجعي ممتاز. ايه مكان النجعي والله انه مو بشين، بس ان المباراه اللي راحت مدري ايش فيه، ما يصلح فيك. يبيله شوي النجعي، يبيله شوي. العاب تحقق 10 دقائق ربع ساعه بس، نزل نص ساعه الاخيره والربع ساعه الاخيره يعطيك كل اللي عنده يصبه لك. صادق بيلعبون بالجرينتا اليوم، بتشوف فيه بيطلعون بالاصابات زي المباراه الاولى. بس يلا وين بتشوفونه اليوم؟ باذن الله انا بشوفه طال عمرك في مقهى، ما انا مقهى. الله يوفقكم ويسر امركم. انتوا يا اهل الدمام، انتوا يا اهل الدمام ما ادري ايش علمكم. يا مرحبا يا ماجد، احسن نجي للعاب دي. انت اخر 10 دقائق من ماجد؟ انا واحد في ماجد وسبيس مع مايك الحين. لا طلع. ايه تقول لي ابو عقاب توقعاتك كم؟ 8-0. مو بكرة سلة يا ابو عقاب الله يعافيك. وهذا ما له دخل بالكورة اساسا. ابو عقاب يحس انه ولد. انا عندي رجل فيصل موجود معي بس ما طلب مايك، غريبة. وين فيصل؟ انا موجود. فيصل حياك معنا. فيصل ودي اسمع بس تحليله بس المباراة. انت عطنا علومك يا ابو هاج، فكرنا كوره. والله علومي يطلع يقول السلام عني رايح الديره الهنيه ورا الدخل عبد الله الروقي. ونعم وين ابو سحاب؟ مو موجود ابو سحاب. عني رايح يا ابو عقاب
ايش اسمها ورا الدخل دي تورا مدري عندنا تصوير بنخلصه وعقبها نتابع المباراة. انت وين؟ يلا في المجلس. ايش عندك؟ ما عندي شيء. تجينا ونجيك ارسلك موقع تجينا فيه عند تجي ولا لا؟ ايش بالله بجيك ايش عندي؟ جديد ترجع الواوي يا لبيه اخي مسعود مسعود يا اخوي ارسل نواف الموقع. نعم ليه؟ كيف؟ الله يشكر والله كان اللي بس مسعود بن جعفر مسعودي اقسم بيت لا تفهم معك تفهم من ذاري يا وجه البس كذا عندك الموقع اسالته وجه البس يا وجه القط والشيبه اقطعوك عيونك كذا كان ها وعقاب عيون يا رجال يا رجال ها شوف جاك يسوق نعطيني جوالين واشرب شاهي يقول ارسل الموقع وراكم من يمينه كل تبل جاك الموقع وصل يلا لا توقف الا عندي وصل هلا هلا وجني يا عمي جنني نص الليل يسهر لي ويغني هلا هلا وجني يسهر لي ويغني نواف مر زين السيارات وعطنا معك علم السعودية واكتب على الكبوت زين السيارات من علم زين السيارات اجيب علم السعودية على الكبوت 2-1 ما يدري انا اشهد يا ولد في صوره شايف انا وبراسي استفهام اي صوره زكريا الشيري هذا ايش عنده والله يا ضحك طبعا الصوره دي ترى قديمه ما هي جديده الصوره دي تقريبا قبل سنتين يا بهاج تسمعوني معك اقرا الصوره دي تقريبا قبل سنتين كنت جالس انا كنت جالس انا وسعد قبل يومين في الشقه وانت فتش الذكريات وري ذكرياتي وريني ذكرياته وشوف الصوره دي كنت ارسلها لي اسال الله ان الله يرحمه وأموات المسلمين نسأل الله العفو والعافية هذه الدنيا اي والله الله يحسن خاتمتنا يا الله اللهم حق دنيا ما صبرها امشي صور حط علم السعوديه امشي صور حط علم السعوديه واليوم في قبر يا مال الجنه يا مال الجنه صراحه 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 فيكم وكم عليك بالاشياء الطيبه العمل الطيب والله والله اني في الدين بالأمور الطيبة ما حد يغطي علي لا أنت ولا بها والله ما تدري والله ما تدري يا أخوك اللهم أمين الله يرحمه وأموات المسلمين يا ربي يرحمه الله حسن أذكر حسن تلواوي اللهم أمين أتمنى من الجميع يذكر أبو فيصل بدعوة خالصة لوجه الله سبحانه أسأل الله أن الله يرحمه وجميع أموات المسلمين جميع والله كل من عليها فان يا اخي شو هذا اللي ضيق استورنا اعلم بهاج والله بشرك والله ما شعر انا كذا الزحمه ها رايحين عندنا تصوير نبي نخلصه غير انت بدك تحرك حرك يا ولد الحين ترى بعيد انا واصل تدري كم كيلو من بيتكم ها يا بهاج 50 لبيه الله يلبيك عادي تسمع توقع خالك المباراه خالنا ايه خال خالي وين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أطلع لكم من حيث لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم شاء الله يرحم والدك ولد احنا واقفين في نصف الخط يا ريدي. كل أبوها توقعات توقعات الله يفوز المنتخب إن شاء الله. يدخل وطننا الجنة. يدخل منتخبنا وطننا الجنة. ما أدري بس أنا ما أبي العمري الصراحة. مشخصنا معه. المباراة الأخيرة مشخصنا معه. والله يا خال ما تدري وين تقرح ما لي دخل ما لي دخل انا تابعت المباراه اللي راحت وانا اللي رجال لي راي علي ولا والله كان موقع عساك طيب بشرك طيب حمدان اخبارك ما عرفت مني ابدا انا ضابط انا حبيب صديقي
كم توقع؟ والله اي والله يا ابو بتقي شيء خاصه الخطط خليك من جوالك وركز على الخطه راح تزعل طيب ما حد يستنى لا ماني بسوق يا خالي ما اسوق انا عزز بس يا باوي يا لبه يا خال ظني حمدان انت وينك فيه يا حمدان انا والله في الخبر وحاجز في القبه تعرف القبه اللي في الخبر جايين دمك حجزت الله يحييكم والله سالم رجعت حظكم من حمدان سالم اي موجود حطوه في الاحوان وينه يا اخوي حمدان وش القبه ذي هذه في جنب الظهران فيها اوه عرفته تجوني امر محجز احجز مقعدين زياده لا بروح ولا اتس عليك كره طيب تعال اسمع تعال ما تجينا صراحه سم 20 واحد موعدين في ذمتي لا الصراحه ما ابغى وانت الارض عندك بمغري اقسم بيت الله لا جو مختلف ترى في مسبح اذا سعنا ولا شيء سالم يعرف جو الزمن جميل زيه الله خلاص نتصل عليه اتصلوا عليه الله يحييك الله يا هلا ابو محمد وين فنباك ابو محمد يا هلا بس الاستديو التهريلي موجود صراحه محمد لك بيرحب وين انا عارف وجع عامل قدامك نايم من امس ما بيقوم على المباراه اخ انا رمان اللي حاط ميسي يا ريدي فلاح اطلب ميكروفون اشهد ان اهل الرياض كلهم طالعين اليوم يا ولد انت تقول صادق الله على الوجه الأرجنتين 2-1 أخوي كيف الأرجنتين؟ نفس مباراة الأرجنتين بنفوز 2-1 تدري وش ودي؟ ودي أن ننهي المباراة طال عمرك من الشوط الأول والله يا المباراة الأخيرة أنها ما ذكرتني إلا بمباراة الهلال 2014 سيدني للهلال يا سالم ان شاء الله يا محاجي يفوز المنتخب ولا ما حد يسود لسود فتحنا الباب خلنا ما نشوف لسود صراحه يعني متلاحقين عليها صراحه انا بعطي خالي اسمع انا بعطي خالي 5 اسود الان تنزل له لو عطانا 5 اسماء لعيبه على كل لاعب لك عسل والله يا فلاح ترى يتابع يا فلاح والله وهك والله انت بس الان والله يا خالي انك ما تدري وين هي تقرع وانك ما تعرف حتى تعرف عشر رسول والله ما اصدق اسمع
جناح يسار شو اسمه وهذا ما كان احد فيه شلون صار اسمع بهاج انا بدرومس وبقى اجيك من منعمي ما اشوف الارض اخوي بهاج فكر حركه اللي ببلوك سم اخوي بهاج انا عادي ما تشوف انا ما تغمبر يا اخوي بس اللي بعلمكم مباراه اللي راحت كيف وش الاخطاء اللي عندنا تفضل متفتتين لاعبين اخطاء احنا لو ما اخطاء نعم أخطأ نعم أخطأ. انا لا والله انا لازم يا فلاح لا تقول ولا كلمه انا اشوف ف حزينك ولا يضحك يضحك علي عرفت اللي بغى يجي بصاله بس مضبوط معك اشوف انها علي واجب لي امرتك وسلمت بارك رابة تربط الكرام ما عند الأكرامي يقول انت قدامي زال هذا كان فاصل الاعلام حياكم الله هذا كان فاصل غنائي نبي فيكم تستطربون تستعزون لان واوي اعطني شو اسمه جوالك جوالي كلها بهاج تذكر اسد رونا اوه رونا لك عندي اسد صدق اشهد بالله انفزعتك البارح بطوليه بغى الكلب يسرقني اشهد بالله انفزعتك بطوليه ما تنسي اهلا السويدي عشان قلبي تحنونه ساهي يا صاحبي اي والله يا ايش رايكم ربنا يعتبر والله قدام والله انا صار لي بريد صار لنا 3 ساعات ايش البعد هو ايش اسمه بعد خزنها اللي يثق في توقع عاش وما بخير إلا مو بخير العمرة ما سمت عمرها خزنة سنة مصر الخزنة في الموضوع وين؟ الخزنة في الموضوع وين؟ نعم أبو جدك أنا جدتي الله يبيح منها جدتي غزيل مولودة طال عمرك من أيام على حياة قبل تأسيس المملكة جدتي مولودة قبل تأسيس المملكة اسمها
هذه موليدة سلام خطرة جعلها ما تخطر سهل بس لك مطيرات انت ما عليكم بدنا توقع ما يخيب خزنا دحين مسكتها عراقي شو وقت يا دنيا ارتاح كاب مملي يا خال ارسل 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 ارحب 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 يا ابو محمد ارحب الله يبيك، أنتم متابعين برا. وش تبغى؟ أبى هذي. لا فهني لا صراحة. 90% أبى هذي. على نواف. خزنة ترى اللي قالت العلم جاب. بالله. نعم. عشان في القدام. نعم. في ذمتي. في ذمتي. أبغى شو عملنا رجع؟ أنا. ترى معها جنية معها جنية ما هي مع الريجي. أنا من سكريبت طال عمرك 75 وأنا محضر في قدامي كله. ايش رايك؟ كنت اعطيهم ادفع لهم فلوس انا امشي لهم راتب في سكريبت طبعا فريق دعمي ينطلق في سكريبت 27 تاريخ سكريبت 37 نزل كل شخص 1500 من طيب راسك اي والله سكريبت 47 كل شخص 1000 طبعا هم خمسه سكريبت 57,000 سكريبت 66,000 سكريبت 76 حضر ها تدري ليه؟ لا خلاص قدري مشهور والله ساعتين أخطر يوك ساعتين فاضي لهم ما عندي إلا هم هو صح كلامك كنا ترى صح انت تدري متى تسحب عليهم اه انت تاخرت انت ايه المفروض طال عمرك من جنتل 42 وانت تسحب عليهم المشكله ان جنتل 85 دخلوا يذمك قبل فريق دعمي فاضي خليك لا لا نعم اعملهم 5 ايام اليوم توظفوا نعطيهم وجه افصلهم الشركه الحمد لله الحمد لله فريق دعم محمد عقاب اشهد ان عندك اسمع طيب انت ما فريق دعم وليد البحيح؟ لا اضحك وليد البحيح حرام يشارك في برنامج واقع اقسم رب جاني الرجال يقول شارت لي برميدا شارت لي بوليفارد برميدا شورت وبوليفارد بلوفر امس حنا في الصياحه تدري ايش يقول ميدي؟ يقول يا ابو محمد انت ما شاء الله تبارك الرحمن يا ولد رجال ما شاء الله تبارك الرحمن دعست يا ولد وبإذن الله بإذن الله إني لا أدعس مثلك بس اسمع قلت قال أبيك تروح معي للبوليفارد قلت ليه يا وليد قال نبي نشري فنان لسراويل قلت بالله عليك قال لي والله تكفى نبي نشري بدري قلت وش رايك تقلب وجهك قال كيف كذا قلت اقلب وجهك أنا ساري على المهبلة أروح البوليفارد والله قاطع المال والدرية عانى معدة في ذا اللي جمعنا دمي عادي ريجي أني دافع فوق 4000 ريال في البوليفارد أبو شاشات الكبير ذاك اني دافع 4000 ريال في فينيله وسروال تخيل ست فنايل واربع سراويل وثنتين حذي كرم الله وجيهكم شفت ب 4000 يوم اروح طال عمرك وادخل مع الريجيل وامون عليهم وتهرج انا واحمد رحيم وعزيز قاعد انت بهيمه شفت الفينيله والسروال اللي علينا قلت قال الفينيله طال عمرك 30 والسروال ب 40 ريال وراكبه على الريجيل الاناقه على المستوى الراقي احسن الذهب ويوم عاين في عمري قلت سود الله وجهي وش ده اقسم بالله يا ابو عقاب ده اقسم بالله اني ما لبسته يلبس عبد الله الشهراني وسعد الشيخ والله ما لبسته يود انا رجال في الثوب سكبه اما لبست البدله شفت البنجلاتشي اللي تو جاي السعوديه اقسم بالله كنك جاي تنقد على عمرك لا في الثوب سكبه ايه والبدله سبيك صح صدق والله اي والله انا في الثوب شخصيه والله أنا بعض المرات كلها أما في البدلة والبدلة هرجيجي أما في البدلة يا ريجي والله أنا يطلع شكلي بس أدري منه الشك مسعود في البدلة أنا اللي ماشي بدلة ثوب نوم منو مسعود مشعود خس مسعود جرادة عم سيئة الإنسان
ما في اي اناقه بالموضوع. يا القطو في الشيب مسعود قطع ولا كلمه. لا مو انت ابو محمد انا اشهد. الشخصيه تدرون من هو الضغط العالي؟ خالي دي دمتي لا يلبس البدله. يو الحمد لله ولعت الحمد لله والله والله العظيم ما باقي ما شفت شيء يا اخو. مسعود اطعمي الله يلبيك. في كلام يعني صراحه لاحظت عليك الفتره اللي راحت. ها اقول في كلام عليه لاحظت منك الفتره اللي راحت ملاحظات عليك يعني. ايه هو راعي هرج وشو ملاحظات عليك يا حبيبي. عقبة خال ما ادري شلون. نعم احنا مسجلين هذا ورقه وقلم. انا لاحظت هذا الكلام هذا صراحه. انت ما تدريني بالشرقيه يعني انت النعريه يعني انت غبي. انت غبي. لقبك لقب بشو؟ اعطيك لقب. تفضل ان كان ما بزين جيتك عادي ولا بهاج عندك. تفضل خال الحمار. اخ لا صيد خال. تكفى يا بهاج. اخفى يا حمار يا خال. لمخ وجه المسنة. لمخ في الجدران في الجزاز عندك اي شيء. أفا ولا دير ولا دير بهاج ودي مطار خال وارد. يقول خال الحمار والله ما حد يرضيه. هو قاعد الحين ترى الحين قاعد يتلمخ بالقزاز وذا يعني وضع صعب الحين. ادعوله خال الحمار خال الحمار خير بالقزاز باقي يتنفس بدي نفضح الكبو خال اسمع تذكر المكان اللي دقيت عليك انا وسالم والواوي فيديو قبل 3 ايام. الله يوم ورطت بالشنطه. والله حمود ابن عقاب. الله حمود يرسل لي الخاص يقول له ما تقبلني صقعت تصقيل. الحبراس رجال للحين ما طاح يا بهاج. حمودي الله يا بهاج يوم تشوفه الحفل انا قطع قلبي يا رجال. شوف يا اخوي لو انك ما خذيت مركز مات محمد. اللعن خلاص عليكم. ارحب يا ابو عقاب. يلا حيك الله يحييك. العلوم ابو عقاب الله يحييك. صوتي رايح. سلامات ليه؟ انت مقبول حتى لو انك ساكت يا مروح. ايش شفت؟ بامس من الصياح امس ابو عقاب. اقسم بالله يا بهاج نقوم يمس النوم انا حاط رسم معاك فوق راسي ما يلبس. لبيك يا عمي حمودي. هلا شعلوم طيب؟ شاك طيب؟ مستحيل غير صحيح. مشعوب من السعودية يسبني أنا يا نواف. شو تقول له؟ أقول حدك على أخوي حدك. إيه لا سبه. لا ما نقول مسعود. لأنك تدري يا حمود إني رجال أحبك دقيقة. عقب يا حمودي والله العظيم أموره مختلفة. مجد بالسبيس. لا مش بدي حبه. هاوشة ما فاوشة. طيب اسمعوا أنت وينكم تجونا؟ أنا بدي أكسر وجهك. يا خذ حمودي معك. خلنا بشوف له. يا ترى إذا بتحرك الحين ما أنت بجانا إلا بعد ساعة ترى. يلا بدي قال لكم تعالوا من هناك. يلا يا الربع احنا بنوصل موقعنا عندنا شغل. تشرفت بكم جميعا. الله يبيض وجهكم ملايينكم. كان جميل جدا. شكرا جميع من حضر.